يا هلا ويا مرحبا من شركة رمز الإمارات للسيارات. طبعا اليوم بسوي لكم تغطية على تورس تيتانيوم 2023. صراحة السيارة تغيرت بشكل جدا جميل، وخليني أوريكم الترحيب. شوف الترحيب، ما شاء الله، شو الشبك. طبعا قبل ما نبدأ لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات عشان يوصلكم كل جديد أول بأول، وخلونا نبدأ مع بعض. طبعا زي ما انتم شايفين هذه ريموت السيارة، عندك إغلاق وفتح وفتح الشنطة. عندنا السيارة من ناحية الوجهية الاي دي متصل زي ما انت شايف بشكل جميل. برضو عندك الشبك زي ما وريتكم، في ترحيب، حساسين امامية، فتحة تهوية للراديتر. وبالنسبة للعدسة عندك عدسة عالي وواطي، غير هنا طبعا اذا بتشغل فليشر راح يشتغل معك جهة الاي دي هذه اللي هنا، والباقي الاي دي نهاري متصل وعدسة الاي دي عالي وواطي. بالنسبة للجنط مقاس 19 انش ألمنيوم مكحل بالفيراني بشكل جميل. عندك المراية والسقف جايين بلون واحد اللي هو الأسود، غير اللون الثاني اللي هو نصف السيارة جاي بالرمادي، صراحة اللون جدا جميل. عندنا إشارات جانبية في المراية، وبرضه مجرد انك تسكر راح تخش معك مقابض الأبواب، ومجرد انك تفك راح تفتح، ومجرد انك تقرب برضه راح تفك. حلوين. شوف طبعا بتلاحظ ان السيارة من الخلف فيها انحناء من الباب الثاني، انحناء بشكل جميل. هذا بالنسبة من ناحية الخلف، الاضاءة الاي دي بالكامل بنلاحظ بنفس الشمعة تولع معك فليشر، اربع حساسات خلفية، ديكور القزوز طبعا وهمية، عندك قزوز واحد زي ما انت شايف على اليمين، اربع حساسات خلفية وكاميرا خلفية. نشوف شنطة السيارة مع بعض. ما شاء الله صراحة من ناحية شنطة كأنها صارت أوسع. السبير المؤقت طبعا زي ما انتم شايفين تيتانيوم. ما شاء الله تبارك الله. شوف الداخلية، طبعا المقاعد جلد، لكن بتلاحظ هنا في المنتصف جاي قماش او مخمل زي ما انت شايف، اطرافه جلد. الديكور على الباب طبعا هنا جلد، عندك برضو هنا جلد، وهنا فروميكا. شوف المقابض، عندك فيها عظام حيطية جاي باللون الاحمر. شوف السيارة مع بعض. هذا بالنسبة للداخلية. ما شاء الله. طبعا عندك فتحات تكييف خلفية، خلنا نولع الإضاءة تبع السيارة. عندك فتحات تكييف خلفية زي ما انت شايف، منفذ طاقة USB وتايب سي. وبالنسبة للتكاية الخلفية زي ما انت شايف فيها حملات تكوب 2، تقدر تغطي عليها وتقدر تفك. بالنسبة للإضاءة المحيطية مجرد تفك الباب تصير باللون الأحمر، تسكر الباب ترجع باللون الأزرق. ما شاء الله. خلونا نعطيكم لمحة على السيارة من الصف الأول. طبعا حجم محرك السيارة قبل ما نعطيكم الصف الأول 2000 سي سي، 235 حصان تقريبا، تيربو، نظام الجير اوتوماتيك، 8 سرعات، نوع الدفع دفع أمامي، تمشيك 15.3 كيلو لتر الواحد، تعتبر ممتاز بلس، نوع الوقود 91. ما شاء الله. طبعا كرسي السائق كهرب. شوف الديكور اللي عند الابواب جلد، برضه هنا جلد، برضه هنا جلد. النوافذ الاماميه مدبله اوتو لمسه واحده، برضه النوافذ الخلفيه اوتو لمسه واحده. سنتر لوك الابواب، التحكم في المرايه، طول المرايه كهرب، برضه فيها نقط عمياء، وبرضه عندك تحديد مسار. بالنسبة لكرسي الراكب تحكم فيه برضو كهرب. حلوين. برضو بالنسبة لكرسي الراكب تحكم فيه كهرب. خلينا نحط لكم زاوية واسعة ونوريكم مواصفات السيارة الداخل. طبعا هذا بالنسبة للسيارة من الداخل. عندنا على اليسار اللي هو التحكم في الإضاءة، برضو عندك هنا زر كشاف الضباب. حلوين، لكن لازم تولع الإضاءة. خلينا نولع.
اشتغلت معك الأضواء المحيطية، وهنا يشتغل معك كشاف الضباب. شوف العلامة، طبعا العداد شاشة متصل مع شاشة السيارة. عندنا تحكم بمستوى الأضواء الداخلي والخارجي، الطارة مكسوبة بالجلد ومطرزة بشكل جميل، وفيها تطعيمات كروم. على اليسار عندنا مثبت السرعة، وعندك تحديد مسار، وعندنا هنا برضو شوف هنا تبع المسار، حلوين. وعندك هنا التحكم في مستوى اللي هو المثبت تبع السرعة، وهنا التحكم في النظام الصوتي والمسجل الشاشة بشكل عام. بالنسبة للشاشة خلينا نشوف التطبيقات اللي على الشاشة. عندك أبل كاربلاي، أندرويد أوتو، وبلوتوث، وبرضه خلينا نشوف جودة الكاميرا الخلفية. شغل السيارة طبعا تشغيل بصمة، شوف الجودة ما شاء الله حلوين. عندنا هنا حملات أكواب 2، برضو فيها غطاء جميل تسكر عليه، شاحن لاسلكي، الجير فرار، فليشر اللي هو الحساسات، أوتو هولد، تحكم في المسجل، مستوى الصوت تقدر تحكم فيه من هنا، شاحن لاسلكي زي ما قلنا، منفذ USB، ومساحة تخزين جميلة صراحة تغطيها كذا. هنا تفتح التكاية الوسطية، في عندك 12 فولت كلاسيكي، ومساحة تخزين برضو حلوين. المرايا طبعا تعطي مرايا، حامل للنظارة، شماسة الراكب فيها إضاءة LED ما شاء الله، الإضاءة جدا قوية. برضو الراكب نفس الشيء، مرايا وإضاءة LED. الديكور طبعا جلد وملمسه ممتاز، شوف تصميم التكييف كيف جاي بشكل جميل صراحة. هذا بالنسبة لمواصفات السيارة، التحكم في التكييف عن طريق الشاشة. برضو خلينا نوريكم كشاف الضباب الخلفي، طبعا نشوف النقطة العمياء، نوريكم كشاف الضباب الخلفي، بعدها نختم التغطية. شوف لما تفك الباب هذا هو كشاف الضباب، يجي كشاف ضباب واحد على اليسار. خلونا نوريكم فتحة تبع الستاير كيف تفك من جهتين البانوراما. طبعا إضاءة السيارة زي ما قلنا بالكامل LED. شوف طبعا هنا حبايبنا نكون وصلنا لنهاية التغطية، بنسكر السيارة ونختم التغطية من برا. طبعا الى هنا يا حبايب نكون وصلنا الى نهايه التغطيه. لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل جرس التنبيهات عشان يوصلكم كل جديد اول باول، وشيك لي على الشبكه.